مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من همزة وصل. همزة وصل يوم الأربعاء، وهذه المساحة المفتوحة دائما يوميا معكم، بيننا وبينكم ومع الخبراء أيضا، نناقش فيها موضوعا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام في مصر. نلتقي بعد قليل. مشاهدينا الكرام من جديد، حق التظاهر السلمي، التظاهر السلمي نبذ العنف، عدم التعدي على المنشآت العامة والخاصة، عدم الاعتصام في أماكن عامة وإغلاق الطرق، كل ذلك مفهوم يتفق عليه الجميع ولا يكاد يختلف حوله أي من القوى السياسية. لكن متى يكون حق التظاهر يتعدى قانونا على حقوق الآخرين؟ متى يكون تعديا على حقوق الآخرين؟ ما هو المسمى الحقيقي لحق التظاهر السلمي؟ هل هناك تظاهر سلمي يتفق عليه الجميع؟ متى يكون تهديدا للحياة العامة؟ متى يكون تهديدا للمواطن؟ هذا ما نحاول أن نتطرق إليه بالتفصيل اليوم في حلقة همزة وصل ليوم الأربعاء. الحدود القانونية لحق التظاهر، متى يكون هذا الحق يتعدى ليكون دعوة للعنف، دعوة لإغلاق الطرق، دعوة للتعدي على حقوق الآخرين؟ نشاهد معا هذا التقرير المقتضب الذي يسلط الضوء على موضوع اليوم، ثم نعود للحوار. وبالطبع نذكركم دائما بالأرقام التي سيكون الاتصال عليها، ستكون موضحة على مدار الحلقة على شاشة البرنامج، على أرقام 1451 للاتصال عن طريق الهاتف المحمول، أيضا عن طريق الأرقام الأرضية 09545، أو من خلال الرسائل النصية على رقم 1410. كما يمكنكم أيضا التواصل معنا عبر شبكة الإنترنت من خلال موقع همزة وصل على شبكة الإنترنت، سواء على الفيسبوك أو على التويتر، من خلال العنوان الموضح أمام حضراتكم، همزة وصل يجي. إذا نذهب الآن إلى التقرير، نشاهده معا، ثم نعود لنفتح الحوار معكم ومع ضيوفنا على الهواء. تعالت الأصوات مؤخرا بضرورة الحفاظ على الإطار السلمي للتظاهرات، وذلك بعدما شهدت البلاد أكثر من واقعة عنف وأحداث دموية خلفت عشرات القتلى والمصابين، كان آخرها أحداث الحرس الجمهوري وطريق النصر. موجة العنف المرشحة للتصاعد ودماء المصريين التي أزهقت الأيام الماضية جعلت من إلزام الجميع بالسلمية أمرا ملحا. رئاسة الجمهورية أكدت على لسان الدكتور مصطفى حجازي مستشار الشؤون الاستراتيجية أن ما يجري من قبل جماعات الإرهاب قد تجاوز الاحتجاجات والاعتصامات السلمية وحرية التعبير عن الرأي، وبالتالي أصبح يتعين على الدولة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع. القوات المسلحة أيضا طالما حرصت على الخروج ببيانات تطالب فيها المتظاهرين في كافة الميادين بعدم الخروج عن السلمية والالتزام بالمشهد الحضاري. وهو الأمر ذاته الذي حذرت منه وزارة الداخلية حين قالت إن الانسياق وراء دعاوى الخروج عن السلمية ليست في صالح الوطن. فقطع الطرق وتعطيل مصالح المواطنين وحمل السلاح ومواجهة قوات الأمن والتعدي على المنشآت العامة منها أو العسكرية لا ينبغي السكوت عنه، ويقتضي من الجميع رفضه والتصدي له. الوضع الملتهب في مصر يتطلب الكثير من المبادرات السلمية الجديدة لتركز على لم الشمل والتوحد دون الاعتماد فقط على الحل الأمني. ورغم تعدد تلك المطالب الرامية إلى الحفاظ على الشكل السلمي للتظاهرات، إلا أن انسداد الأفق السياسي وإصرار جماعة الإخوان المسلمين على عودة الرئيس المعزول محمد مرسي يضع كافة المبادرات أمام حجر عثر.
وفي الوقت الذي اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. اذا همزه وصل ليوم الاربعاء تناقش حق التظاهر السلمي، متى يكون سلميا بالمعنى الحقيقي ومتى يخرج عن اطار السلميه، واذا خرج عن اطار السلميه ما هو موقف المواطن، ما هو موقف القوى السياسيه، وما هو موقف الدوله خاصه بعد 30 من يونيو. نرحب بضيوفنا الكرام الذين سيكونون معنا في الاتصال الاول في سياق هذه الحلقه، الاستاذ حسين عبد الرازق القيادي في حزب التجمع، وايضا الاستاذ طه احمد طه النقر الكاتب الصحفي، وسينضم الينا ايضا الدكتور ايهاب الخراط القيادي في الحزب المصري الديمقراطي. ولكن ابدا بالاستاذ حسين عبد الرازق القيادي في حزب التجمع الوحدوي. دكتور استاذ حسين اهلا بك اولا. اهلا وسهلا. دعنا نتحدث اولا عن مفهوم التظاهر السلمي، هل مفهوم التظاهر السلمي يختلف من دولة الى دولة ومن مرحلة الى مرحلة حتى في داخل الدولة الواحدة؟ شوف، حق التظاهر والاضراب والاعتصام والاتيان المدني حقوق مضمونة بالمواثيق والعهود والبروتوكولات الدولية وفي كل العالم، وكل البلاد التي وقعت على هذه المواثيق والعهود ملزمة بأن تكون قوانينها الداخلية متماشية مع هذه الحقوق. بالنسبة للتظاهر هناك شروط بسيطة للغاية، وهو أن الجهة المسؤولة عن تنظيم التظاهر أو الاعتصام بتبلغ الأمن بأنها تنظم مظاهرة، وإن المظاهرة مسارها هيكون من النقطة الفلانية مرورا بكذا وتنتهي في النقطة الفلانية، والأمن كل دوره أن يوفر الحماية لهذه المسيرة السلمية أو المظاهرة. طبعا لا يمكن أن يكون المتظاهرين يحملوا أسلحة أو أدوات للضرب، عصي، قنابل غاز، قنابل مسدس صوت، أي نوع من أنواع الأسلحة والأدوات التي يمكن أن تستخدم في العنف لا يجوز أن يحملها المتظاهرين. نعم. طب أستاذ حسين، في اللي مضمون للجميع. نعم. طب في الحالة المصرية نعلم أن مسألة التظاهر بدأت ومرت بمراحل مختلفة منذ ثورة 25 من يناير ومرورا حتى ب 30 يونيو، لكن يعني هناك الكثير من الكلام واللغط الذي قيل، هناك الكثير من المقترحات حتى ومشروعات القوانين التي قدمت لسن تشريع ينظم حق التظاهر، ولكن ربما لم تتبلور جميعها بعد. في الحالة المصرية هل تختص بسمات معينة تختلف ربما نظرا لظروف الثورة وما إلى ذلك، بسمات معينة تختلف عن نظيرتها في المقاييس الدولية التي أشرت إليها؟ لا، الحقيقة أنا أرى في خصوصية لهذا الحق في مصر أو أي بلد آخر. في قواعد عامة منطقية تتفق مع العقل وطبعا بتبقى في قوانين تنظم هذا الحق، لكن المشكلة ان كل مشاريع القوانين التي اقترحت في الفترة الماضية سواء من وزارة الداخلية او بعض الجهات الاخرى هي في الواقع قوانين لمنع التظاهر او مشاريع قوانين لمنع التظاهر، زي القوانين اللي موجودة في موروثة في مصر منذ عام 1914 وعام 1923، في قوانين اللي خاصة بالتجمهر هي في الواقع قوانين مانعة للتظاهر. إذا
التطهر السلمي الواجب تنظيمه بما لا يمس بأصل الحق. إذا هل أنت ترى بذلك أنه ينبغي تعديل تلك التشريعات أو القوانين لتتناسب مع المقاييس والمعايير الدولية؟ بالضبط. طب وأي خروج عنها يعطي للسلطات حق منعها، لازم يبقى ده واضح. لما أعمل مظاهرة وشايل فيها سلاح وبضرب نار أو شايل عصي ودروع وأشياء من هذا وسكاكين ومطاوي، المفروض ان القانون ينظم فضها، انه يطلب منهم فضها مرة واثنين وثلاثة. وبعدين طب اذا هذه تفاصيل تتعلق بالموقف من التظاهر السلمي اذا خرج، سنعود اليها بالتفصيل. ارجو ان تبقى معنا استاذ حسين عبد الرازق القيادي في حزب التجمع التقدمي الوحدوي، واتحول الى استاذ احمد طه النقر الكاتب الصحفي. استاذ احمد، يعني بعد التحية، الحالة المصرية الان، التظاهر الموجود في الشارع، كيف تكيفه من وجهة نظرك وأنت تتابع المشهد المصري؟ كيف تصفه؟ كيف تحدده؟ أستاذ أحمد. للأستاذ المشاهدين والأستاذنا الأستاذ حسين عبد الرازق، طبعا أنا مش هدخل في تفاصيل يعني حق التظاهر، أفاد في شرحها الأستاذ حسين، لكن ما يحدث على الساحة المصرية ليس تظاهرا وليس سلميا، على طريقة ليس إخوان وليس مسلمين. ما يحدث ترويع للسكان الآمنين، ما يحدث مظاهرات مسلحة، ما يحدث ترسانات مسلحة، ما يحدث في ربع العدوية قاعدة عسكرية يجب أن تخلى بقوة القانون، لأنها تهدد الأمن القومي وتروع السكان في مثلا بؤرة النهضة الإرهابية كما أسميها. هذه البؤرة ارتكبت ثلاث مذابح، ارتكبت مذبحة في بين السرايات، ومذبحة في المنيل، ومذبحة في الجيزة، ودمرت حديقة الأورمان، حديقة الأورمان التاريخية التي استورد أشجارها الخديوي إسماعيل. هذه الأشجار النادرة دمرت تماما، وقد تقدم وزير الزراعة ببلاغ إلى النائب العام، وأنا لا أعرف لماذا هذا التراخي، لماذا لا تتحرك القوات لتنفيذ التصويب الواضح من الشعب المصري بتنفيذ القانون والقضاء على الإرهاب. طيب هو أعلن من جانب السلطات المختصة حتى من جانب وزير الداخلية أنه سيتم التحرك لفض الاعتصام كما نعلم بالتعاون مع الجيش في إطار القانون. هناك تظاهرات أخرى ربما تحدث بين منظميها ومنظمي التظاهرات المنادية بما يوصف بالعودة للشرعية، صدمات، هذه الصدمات أين تضعها؟ أين تضعها في الإطار وأنت توصف الحالة الآن في الشارع المصري؟ يا سيدي، هذه المظاهرات بعيدة تماما عن السلمية وعن حق التظاهر. أنا اسمح لي حكاية أن السلطات سوف وستفعل هذا التسويف وهذا التأخير يعقد الأمر ويزيد من الخسائر. انت عندك بؤرة إرهابية واضحة، بالأمس أقاموا ساترا حائطا أمام جامعة القاهرة وأغلقوها. تمثال نهضة مصر تم تشويهه، تمثال نهضة مصر بتاع المثال العالمي العبقري محمود مختار تم تشويهه. ده يعني مبرر تام لإعمال القانون وفض هذه المظاهرات بالقانون. على فكرة احنا لما بنقول فضها بالقوة، بقوة القانون، يعني في وسائل متعارف عليها ان يتم توجيه انذار لهؤلاء المتظاهرين
اللي مش سلميين هؤلاء المسلحين المجرمين الارهابيين يتم توجيه انذار لمدة 24 ساعة بالاخلاء. اذا لم يتم الاخلاء يتم التعامل معهم بالغازات ثم خراطيم المياه وهكذا. ونقلل الخسائر. لكن انت كل يوم بيطلع لك جثث ميتة من التعذيب من النهضة ومن ربعة. وفي هناك ترويع لأهالي بين السرايات والمنيل والجيزة. الناس عايشة في رعب. وأنا عايز أفكر الفريق عبد الفتاح السيسي قال إن عندما لن نسمح بترويع الشعب المصري. الشعب المصري يتم ترويعه الآن يا سيادة الفريق. وأنت عندك تفويض واضح لا لبس فيه من الشعب المصري أن تتحرك فورا للقضاء على الإرهاب. إذن سأعود إليك مرة أخرى، أرجو أن تبقى معنا أستاذ أحمد طه نقر الكاتب الصحفي. وقد أوضحت ما يشبه السيناريو لمواجهة الوضع الحالي، ربما يكون أعلم به السلطات الأمنية التي تراقب الوضع وهي مفوضة أيضا بتطبيق القانون. أتحول مرة أخرى من البداية مرة ثالثة إلى ضيفنا على التليفون الآن دكتور إيهاب الخراط القيادي في الحزب المصري الديمقراطي. دكتور إيهاب، الأحزاب السياسية في المقابل هي نادت بالحفاظ على حق التظاهر السلمي وضمان حق التظاهر السلمي، ولكن مع عدم اللجوء إلى العنف. هناك دعوات كثيرة لتحري الحذر عندما يقوم القائمون على فض الاعتصام لعدم وجود ضحايا كثيرين ربما يجزى عليها الشعب المصري. في القوى السياسية في الموقع الآخر، كيف تنظرون لهذا الوضع؟ كيف تنظرون لما يوصف بالانتهاكات لحقوق الإنسان وحتى حقوق السكان في تلك المناطق، مع الإشارة إلى أنه التظاهر إذا كان بأعداد كبيرة ربما يكون في حكم الواقع أن يعطل بعض الطرق أو الشوارع أو حتى يسبب الضوضاء للسكان؟ يعني أنا طبعا متفق مع الشيخين عبد الرازق أستاذنا والشيخ أحمد طه النقر في ضرورة الحفاظ على حق التظاهر السلمي. وهناك بعد ذلك إذا خرج التظاهر عن السلمية هناك معايير الدولية مرحلتين. حرص إنك أنت تشوف المنتسبين أو من يستخدمون العنف في وسط مظاهرة سلمية. يعني يمكن يكون عندي 10,000 واحد 50 او 100 او 200 بيستخدموا العنف او جايبين مولوتوف او كذا. نعم. فانت يجب ان تكون عندك قوه لفض الشغب قادره على الامساك بهؤلاء ومنع استمرارهم في العنف مع الحفاظ على المظاهره السلميه. الحاله الثانيه لما تحس ان المظاهره فقدت السيطره على سلميتها بالكامل وليها معايير ايضا، فعليك ان تنذرها انه يجب فضها، ثم يتم استخدام قوه تسمى القوه المتناسبه. كنت خلص الصورة قبل ما نستقيل كان عندي مشكلة مع لواءات الداخلية ان انا يعني اخليهم يكرروا كلمة بس، يكرروا كلمة قوة متناسبة. هم يعني دايما ميالين لحاجة تلك القوة الحاسمة القوة الفاعلة الى اخره. وكان ايام ما كان تقصد عندما كان يناقش مشروع القانون بتنظيم التظاهر، قانون التظاهر السلمي، واحنا عطلناه جامد. ولو كان اصلا مر كان هيبقى عند وزاره الداخليه كارت بلانش لطحن الاخوان دلوقتي برابعه الى اخره. اما مساله تعطيل الطريق، تعطيل الطريق احنا حتى في المشيره بتاعت القانون نجحنا في ان احنا نحط الماده ان لو عدد قليل وبيعطل المرور عمدا يبقى دي مخالفه يجب فضها. لو 10,000 واحد 5,000 واحد استخدموا الطريق يبقى ده استخدام للطريق وليس تعطيلا له. انما لو اعتصام طويل المدى على الاعتصام طويل المدى انه لا يعطل مصالح السكان ولا يعطل مصالح الحكومية. مثلا لو انت عايز تعمل، وده اللي حصل في التحرير مثلا، حصل اعتصامات طويلة لكن المجمع كان فاتح، المصالح الحكومية فاتحة، المحلات حتى ابتدت تبقى فاتحة بعد كده. المظاهرات اللي بتحصل في وسط البلد بعد التفاهم ما بين المتظاهرين
والاهالي الناس بتبقى فاتحه حاجاتها ومظاهرات. لكن ربما يرد عليك الطرف الاخر بانه حتى تظاهرات التحرير وحتى مليونيات التحرير تعطل كثيرا من يعني مسار الحياه في محيط ميدان التحرير وما حول ميدان التحرير. بماذا ترد؟ ما فيش شك انا ضد انه اي تعطيل يكون غير متناسب مع العدد كانت من عندنا او من طرف مختلف عننا، يعني مظاهرات المحسوبة على الشعارات والمطالب اللي احنا بنطالب فيها انا اعترضت عليها منذ البداية. اي تعطيل للكباري او للطرق، لو 100 واحد قاعدين في التحرير او 200 مش لازم نقفل التحرير، اوضح في الجزيرة في النص وسيبوا التحرير شغال. الجزيرة في النص تاخد 1000 2000 3 10 مستريح. طيب. من غير ما تعطل حاجة. طيب عندما يتجاوز العدد سواء في ميدان التحرير او في غيره الالاف وليس المئات، ما هو العمل في اعتقادك؟ هنا انت بتتفاوض علشان تسمح للناس انها تواصل تعبيرها السلمي، لان ده استخدام مشروع لمرافق عامه. يعني لما يحصل ماتش، لما تحصل مباراه، ما الدنيا بتتعطل. لما يحصل عده مباريات او دوري كوره او اولمبياد، ما الدنيا بتتعطل، بنقعد اسابيع الدنيا متعطله في المنطقه دي. لكن ده من حق الشعب انه يقيم مباريات رياضيه واحتفالات. نعم. ممكن تعمل تفاوض عاقل وتقول للناس لما يبقى فيه ثقه. انا عندي مشكلتين دلوقتي، وانا طرحت الكلام ده بقالي سنه ونص بطرحه، وكان هيساعدنا جدا في تجنب كثير من المآسي. نعم. لا فرق بين الدم الذي سقط في امام الكاتدرائيه او الدم الذي يسقط الان امام رابعه العدويه، او الدم او الحرس الجمهوري، او الدم الذي من ضحايا التعذيب في البحر الاعظم وغيره، لانهم كلهم مصريون. طيب ارجو ان تبقى معنا دكتور ايهاب الخراط. نعم تفضل. الفكره انا طرحتها انه الداخليه تحتاج امس قبل اليوم لقوة فض شغب من 3 ل 4 آلاف. نعم. مؤهل عالي ياخدوا مرتب كويس ويكونوا مدربين تدريب رياضي وتدريب على التفاوض النفسي ومجهزين. نحن انتصرنا في حرب 73 لما لجأنا للقدرات المصرية كجنود مجندين. النهارده احنا هذه القوة يمكن توفير تمويل لها، تدريب عالمي لها، وتستطيع ان يعني دلوقتي انت عندك امن مركزي، ما الناس غير مؤهله، ما عندهمش عارف يعني بيسموه جندي عادي، يعني ما بعرفش يقرا ويكتب، وبالالاف، وانت بتطلقهم على الناس يا اما يسقطوا يا اما يطحنوهم. نعم. لا ده مطلوب ولا ده مطلوب. نعم. شكرا لك دكتور ايهاب الخراط القيادي في الحزب المصري الديمقراطي، كما اشكر ايضا الاستاذ احمد طه النقر الكاتب الصحفي، وكان معنا ايضا الاستاذ حسين عبد الرازق القيادي في حزب التجمع التقدمي الوحدوي. شكرا لكم جميعا. واتحول الان مشاهدينا الى متابعه بعض المشاركات او ابرزها التي وردت الينا عن طريق موقع البرنامج على شبكه الانترنت. حنان عاطف ستعرض لنا ابرز هذه التعليقات. حنان. نعم احمد، بالفعل عدد كبير من التعليقات ورد الينا، ولكن قبل ان ابدا في استعراض هذه التعليقات معكم اذكركم سريعا بسؤال حلقه الامس ونتيجه استفتائه. كنا قد طرحنا على حضراتكم سؤالا يقول: هل تروا ان مبادره العوة ستكون صالحه للخروج من الازمه؟ 54 صوتا قالوا نعم، و118 صوتا قالوا لا. والان مشاهدينا ننتقل معا للتعرف على تعليقاتكم وارائكم حول سؤال الحلقة. أبدأ مع عمرو علي البدري يقول: طول ما الإعلام منافق. محمود برهان يقول: عندما يشعر المواطن بالظلم والقهر ويجد نفسه مشككا في انتمائه ووطنيته، وتتآمر عليه قوى الشر والفساد وأصحاب المصالح ومعدوم الضمير، ويفرض الرأي وتدار الأمور بالقوة، عندها سيكون لكل فعل ردة فعل. أحمد محمد يقول: تخرج المظاهرات عن إطارها السلمي عندما تكون للداخلية والبلطجية يد فيها، لأن الشعب المصري صاحب معدن أصيل وطيب، لكن الداخلية تعوده على فرض الإتاوة على الشعب المسكين بمعاونة البلطجية وساسة السيارة. أنتقل للأستاذ أحمد البرنس يقول: نعم أؤيد فرض هذه القوانين الاستثنائية لوقف العنف والتخريب، وخاصة في مناطق التظاهرات، هذا هو الحل لفض هذه الاعتصامات ومنع إراقة الدماء بين الطوائف.
انتقل للأستاذ عز الدين الحريري يقول: عندما يشوش القيادات بأفكار مغلوطة على المتظاهرين السلميين في ذلك الوقت تخرج عن سلميتها، فتقع الشرطة والمندفعون من الطرفين للعنف. أما مشارك آخر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى تخرج المظاهرات عن سلميتها؟ سؤال غريب، كأنكم تتمنون خروجها من سلميتها. المهم أنا لا أتمنى ذلك، لكن سوف أحاول الإجابة على سؤالكم. أولا لما يرجع الفلول للحكم، ثانيا لما ينحاز بعض قيادات الجيش وليس الجيش كله طبعا، وقادة وزارة الداخلية وليس الداخلية كلها لصالح فئة دون أخرى. ثالثا لما تتم حماية المتظاهرين المؤيدين للسيسي بينما يتم عدم حماية المتظاهرين من الطرف الآخر. خامسا لما تطلق وسائل إعلام بلدي على المؤيدين للرئيس الشرعي والشعبي دكتور مرسي بجماعة الإخوان المسلمين بينما تطلق على معارضيه بالمواطنين الشرفاء، ولما الداخلية وبعض قوات السيسي تصر على فض اعتصامات مؤيدي الشرعي بالقوة، فانتظروا خروج المظاهرات عن سلميتها. وإن كنا نتمنى أن تطرح أسئلة حول إنجازات الحكومة وبرامجها منذ اختصابها لسلطة الشعب، أين خارطة الطريق الذي وعدنا به الفريق أول عبد الفتاح السيسي؟ أنتقل لمشارك آخر معنا الأستاذ ميمو ميدو كما يسمي نفسه هنا عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي: فرنسا تطالب بالإفراج عن مرسي، وكذلك أمريكا وألمانيا مؤخرا، والإعلام العربي في ربعة مثل CNN والبي بي سي والجزيرة القطرية وغيرها، فالغرب وأوروبا ضد ثورة 30 يونيو ومع الإخوان، ولكن الشعب يقظ لكل محاولتهم، ولن يفلحوا ولا باعتصامات مسلحة ولا دماء مفتعلة. أنتقل للأستاذ فراج الجبالي يقول: عندما يشوش القيادات بأفكار مغلوطة على المتظاهرين السلميين في ذلك الوقت تخرج عن سلميتها، فتقع الشرطة والمندفعون من الطرفين للعنف. أنتقل للأستاذ ناصر جمال يقول: المظاهرات تخرج عن سلميتها إذا أرادت الداخلية ذلك، فهي التي تتحكم في كبار البلطجية ويعملون لحسابها، كما أنها تسيطر على دور رعاية الأحداث وتطلقهم وقتما تشاء. ودليلنا على ذلك أنه في المظاهرات الأخيرة رأينا البلطجية يطلقون النار على المتظاهرين وهم محتمين بسيارات الشرطة، بل ويحتفلون معهم بالقتل كما لو كانوا أصدقاء أو زملاء لضباط الشرطة، والشعب يعلم ذلك حتى إذا تجاهله الإعلام المصري. أحمد محمد يقول: إعلامنا أين هو؟ تمام، يعني تعرض وجهة نظرك في هذا التعليق بالطبع. أنتقل لمحمد وفيق يقول: لما يكون في سلاح في مظاهرة إزاي تكون سلمية؟ إسلام سليمان يقول: فين تلفزيون بلدنا؟ فين القنوات اللي لازم تظهر صورتنا؟ فين الإعلاميين اللي عندهم ضمير؟ وفين المصورين اللي وظيفتهم يصوروا الحقائق؟ بهذا مشاهدينا انتهت هذه تعليقاتكم حتى هذا الحد، ولكن انتظروني في عودة جديدة ومزيد من التعليقات، ولكن الآن مزيد من المناقشة والمتابعة والرصد والتحليل مع أحمد سليمان. إليك أحمد. بالطبع حنان، سنعود إليك لمزيد من المشاركات والتعليقات من مشاهدينا، ونذكر أيضا بأرقام الهاتف وبالمواقع الخاصة بالبرنامج على شبكة الإنترنت، على فيسبوك وعلى تويتر على هندس وصل اي جي. لان مع اتصالات اخرى من ضيوفنا عبر الهاتف، سيكون معنا الان دكتور سعيد عبد العظيم استاذ الصحه النفسيه، واللواء صبري الجنزوري الخبير الامني، والمستشار السيد حامد عضو لجنه الحريات في نقابه المحامين. ابدا اولا مع دكتور سعيد عبد العظيم استاذ الصحه النفسيه. دكتور سعيد، اهلا بك. أنا دكتور سعيد عبد العظيم أستاذ الطب النفسي في جامعة القاهرة. دكتور سعيد عبد العظيم أستاذ الطب النفسي في جامعة القاهرة، عذرا لهذا الخطأ غير المقصود. بعد التحية دكتور سعيد، الطب النفسي دائما يتدخل في مثل هذه الأمور، هناك تكييفات كثيرة للدوافع التي تدفع
المتظاهر السلمي إلى ارتكاب العنف بين قوسين، عندما طبعا يختلف مرتكب هذا العنف مع من يتهمونه بالعنف، ولكن ماذا يدفع عادة المتظاهر السلمي إلى ارتكاب العنف، وما هي المشكلة بالفعل بين المتظاهرين السلميين التي ربما تجعلهم يصطدمون أيضا بالمقابل من المتظاهر المعارض له للرأي؟ هو طبعا اهم حاجة ايه الدوافع. يعني احنا طالعين للمظاهرة ليه؟ نعم. فطبعا لو هي سلمية من الاول بشكل واضح وجاد، ما اعتقدش حد هينجح هيجنح للعنف خالص، يعني طالما انها سلمية من البداية. انما لو احنا حاسين ان احنا لازم نفرض رأينا بالقوة، يبقى دخلنا في شكل تاني بقى، هنبدأ نتعدى على الاخر، هنبدأ نتعدى على منشآت، هنبدأ نثير شغب. طالما ان احنا شايفين ان محدش بقى هيلتفت لنا وهيسمع كلامنا. فهي الدوافع اهم شيء، يعني لو عنده فعلا احساس بانه في قضية حقيقية ومنطقية، ما مش هيجد ان هو في حاجة للعنف. انما لو كان حاسس ان هو موقفه مهزوز وان هو مش حدش هيسمع له، لأن هو يعني خارج الـ 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 الإطار السليم، هنا هتبقى العنف بقى هي دي مبرراته بقى. يعني اسمعوني بقى وإلا هعتدي عليكم. طيب. دي المشكلة، يعني دي المشكلة الحقيقية. يعني هل مسألة الشعور بعدم القبول من الطرف الآخر في حاجة، أو الاختلاف في حد ذاته، وقد يكون في تحريض من القيادة. يعني ده اللي احنا بنقوله، يعني لما هنشوف اللي بيطلعوا في المظاهرات اللي هي اللي في المية دي واللي بتنقلب الى عنف، عادة بيبقى فيه تحريض من القيادات. طيب. بشكل واضح. طيب دائما دكتور سعيد، يعني نعلم انه في المجتمعات المتمدينة او المتحضرة كما يقولون، دائما يكون هناك تربية في السلوك الاجتماعي دائما تجاه الدولة وتجاه المجتمع، حتى بما في ذلك التظاهر، كيف يكون وأين يكون ومتى يكون وما هي دوافعه وما هي النتائج التي يمكن أن يؤدي إليها؟ هل نقص هذه التربية في السلوك المتعلق بالتظاهر في المجتمع المصري يعود إليه أسباب تلك النتائج غير المرجوة التي يفضي إليها؟ لا، يعني هو القانون عن مؤيد حرية وديمقراطية، لعل هذا لا يختلف عليه الجميع، ولكن حينما يتطور هذا التظاهر السلمي إلى ممارسة العنف، عندما يتحول أو يتطور هذا التظاهر السلمي إلى ممارسة العنف، هل الحل الأمني يكون هو الحل الفوري لمواجهة هذا العنف مبدئيا؟ هو من الناحيه العمليه من السهوله بالمكان لاي قوات انها ممكن تتعامل، بس النهارده ان الناس بعدت تماما عن موضوع التظاهر السلمي، جابوا حريم موجود سيدات واطفال بيقدموهم كضروع بشريه، ده يعني يخرج تماما عن هذا المفهوم اللي حضرتك بتتكلم عليه التظاهر السلمي. لكن معنى اللي بيحصل دلوقتي بيرجعنا لاحداث 81، وكل من سبقوني في الحديث واخوهم الدكتور سعيد كله ده نهج من 81، العنف هو الاسلوب. لكن احنا ليس من السهوله، وزي ما الناس فاهمه مش من السهوله ان الشرطه تطلع وتتعامل معاهم، لكن برضه دول ولادنا، دول اسرنا، دول مصريين. الدم ليس سهل، الناس مش فاهمه ان الشرطه مش بمنتهى السهوله. اذا التعامل الامني فرضا انه تم يعني اتخاذ القرار بالتعامل الامني، في اعتقادك في ايجاز كيف يكون؟ دي ده سيناريوهات بتتم طبقا لسياسات معينه بيتم بالاتفاق عليها ما بين الشرطه والجيش، ومش هنقدر نقولها على الهواء في التلفزيون. لكن الموقف على ضوء الموقف
يبقى في رؤيه حسب الموقف اللي موجود وعلى ضوءها بيتم التعامل. ودي استراتيجيه موجوده في القوات المسلحه والشرطه وبيتم التنسيق بشانها وفي الوقت المناسب وفضلا من الشرعيه والقانون وبالسياسه نفس الطويل عشان هم بيحاولوا يستثمروا هذا. اذا الامر موصول اذا للسلطات القائمه على الامر نفس طويل وفي اطار القانون. شكرا لك ست اللواء صبري الجنزوري الخبير الامني وتحول المستشار السيد حامد عضو لجنة الحريات في نقابة المحامين. الجانب القانوني سعادة المستشار هناك الكثير من القوانين التي اقترحت للتعامل مع مثل هذا الشكل من التظاهر الذي يبدأ سلميا ثم يتحول إلى صورة عنيفة. القانون حاول في الفترة السابقة أو القانونيون حاولوا في الفترة السابقة سن التشريع ولكن ربما لم يتبلور ولم يصدر هذا القانون. هل القانون في مصر فيما يتعلق بهذا الأمر ينبغي أن يكون مختلفا عنه ولو مؤقتا بالنظر إلى الحالة الثورية التي تعيشها مصر منذ يناير عام 2011؟ احنا في نقابة المحامين لجنة حريات نقابة المحامين لنا رأي آخر وهو أن التظاهر حق مشروع لكل مواطن مصري طالما لم يخرج عن حدود السلمية. هذا الحق مشروع للمواطنين جميعا. ولذلك أنا كنت في مداخلة تلفزيونية في القناة المحترمة قناة النيل الأخبار قبل سقوط الرئيس مرسي طلبت بأن يتم سن قانون لتنظيم حق التظاهر. للأسف الشديد لم يتم ذلك وبالتالي أصبحنا الآن في يعني نفس القوانين السابقة. المتظاهرون لهم حق التظاهر في أي مكان وفي أي شارع أو ميدان بدون حدود. الحق مكفول في الدستور ومكفول في القانون وبالتالي نحن ضد فض اي اعتصام سلمي بالقوه لان ذلك سيؤدي الى المزيد من الدماء. ونحن في لجنه حريات نقابه المحامين ندين اي اعمال انتقاميه واي اعمال تؤدي الى سفك الدماء سواء من المتظاهرين او من قوات الامن. هذا خط احمر لا يجب على دماء المصريين ان تسال في الشارع. ولعل الكثيرين او ربما الجميع يتفق معك في هذا ولكن يبقى التقدير النسبي لمن هو يقوم بالامر ويراقب الوضع على الشارع في الشارع. مستشار السيد حامد عضو لجنه الحريات بنقابه المحامين شكرا لك. ولدينا الان اتصال من الولايات المتحدة الأمريكية من ولاية نيوجيرسي مع دكتور شريف الضبع. دكتور شريف أهلا بك. دكتور شريف الضبع هل تسمعنا؟ طيب للأسف يبدو أن الاتصال انقطع بيننا وبين الدكتور شريف الضبع من الولايات المتحدة الأمريكية. ربما نحاول الرجوع مرة أخرى وربما يتصل بنا مرة أخرى. لكن على أي حال ست اللواء صبري الجنزوري هل ما زال معنا؟ طيب نعم شكرا لكم جميعا وصبري الجنزوري ومستشار السيد حامد. وأتحول الآن لمتابعة بعض المشاركات والتعليقات التي وردت إلينا. بالفعل معنا حنان عاطف في استوديو المراقبة للمتابعات مع المشاهدين. حنان تفضل. نعم أحمد تعليقات كثيرة وردت إلينا ولكن لمزيد من إثراء الحلقة بتعليقات مختلفة ومتنوعة نتحول لموقع تويتر للتواصل الاجتماعي هذه المرة مع الأستاذ عرفة يقول تخرج المظاهرات عن إطارها السلمي في حالة وجود الفتنة اللهم احمي مصر من الفتن بالداخل والخارج. مشارك آخر الأستاذ محمود يقول عندما تكون تابعة للإخوان
والآن مشاهدينا نتحول معا لمعرفة نتيجة استفتاء هذه الحلقة، متى تخرج المظاهرات عن إطارها السلمي. 52 صوتا وردوا إلينا يقولون عندما يحمل المتظاهرين السلاح ويقطعوا الطرق ويعتدوا على المنشآت العامة والخاصة، و33 صوتا يقول تخرج المظاهرات عن إطارها السلمي عندما تكون للداخلية والبلطجية يد فيها. 13 صوتا يقولون عندما تغيب دولة القانون ويغيب الردع عن كل خارج عن السلمية فيشجع غيره من المضللين. 10 أصوات تقول عندما تغيب القوانين الحاكمة للمظاهرات وغياب دولة القانون. 10 أصوات أيضا تقول عندما يشوش القيادات بأفكار مغلوطة على المتظاهرين السلميين. 7 أصوات يقولون فين الإعلام بتاعنا اللي المفروض إن بتاعنا يظهر المذابح التي يتعرض لها المعتصمين. 3 أصوات يقولون عندما يتم محاولة فض المظاهرات بالقوة. صوتان يقولان عندما يزيد الظلم. مشاهدينا كانت هذه تعليقاتكم إضافة لنتيجة استفتاء الحلقة، والآن نتحول من جديد لأحمد سليمان. أحمد إليك تفضل. وبهذه التعليقات حنان وصلنا بالفعل إلى نهاية هذه الحلقة همزة وصل اليوم الأربعاء، غدا بعد موجز أنباء الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة حلقة جديدة مع همزة وصل. موضوعنا أو سؤالنا هو ما هو التعامل الأمثل مع دعوات العنف؟ ما هو التعامل الأمثل مع دعوات العنف؟ في انتظار مشاركاتكم وتعليقاتكم، وإلى اللقاء.